السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتنا، مرحبا بكم على تنشر من صفحة أثر الثقة من قناة أثر الثقة. خوتي كما وعدناكم أثر الثقة تواصل معكم دائما بالجديد. خوتنا اليوم جبنا لكم موديل بريزيدونسيال دو خوتنا لي لا فيديو تاعها السابق اللي كان يعني بلا كولار تاعها في المارون شوكولا. اليوم جبنا لكم فيها في الميال فلامي خوتي يعني في المارون اللي خرجت تحفة ما شاء الله. خوتنا صافي دوكا عندكم لو شوا خوتنا فيها دو كولار. تفضلوا معايا خوتي بروبوزيكم هاد لاشون لي كيما راكم تشوفوا فيها كولار تاعها بزاف تحفه ما شاء الله. فينيسيون ما نحكي لكمش قوه فور زيدو نانوسيو خاوتنا البيبان في الميليو درناهم لا فيمي والباب على الايسر خاوتنا درناهم لا بانو وخدمنا لها هذا الشكل هنا. اللي راح يتناسق دوك نوصف لكم كوافاز واللي طاب ديني اللي تاعها خاوتنا الموتيف هذا راكم راح تشوفوه في كاع لابياس تاعها. نهبطوا لو با تاعها خاوتنا من فداء القاعه كيما راكم تشوفوا فيها. لو تاعها شنو خدمنا ولا خاوتي يعني ما شاء الله كما وصفنا لكم الشكل الخارجي تاعها ان شاء الله يكون عجبكم كما عجبنا احنا يا خاوتنا. راح ندخلوا الداخل بسم الله خاوتي. عندكم فيها كاتي طاجر بلس 5 دفات حب يقول ترفد ما شاء الله. البوليو تاعها ميتي بلي تفضلوا مام سيباراسيون تاعها خاوتي ميتي بلي كما راكم تشوفوا. نروحوا للميليو خاوتنا بسم الله اللي فيها كاتي طاجر بلس دو ترانك خاوتنا و سيباراسيون توجور ميتي بلي. خاوتنا كاين بزاف اللي يشوف لاكولار هادي يحسبها لا شومبر اتر هي لا 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 شومبر هادي بواروش خاوتنا. نزيدو نروحو لا طاب دي نوي تاعها تفضلوا معنا خاوتي. عفوا نزيد نوصف لكم الكوتي اللي منا اللي فيه كاتي طاجر وخمسة دفات. نروحو لطاب دينوي تاعها خاوتنا شفتو الشكل الخارجي شفتو الشكل الداخلي تاعها خاوتي. نروحو لطاب دينوي تاعها لطاب دينوي تاعها اللي خرجت بزاف شابة ما شاء الله خاوتنا يعني مرفودة على القاعة ودرنا لها قاعدة زجاجية. الموتيف اللي حكيت لكم عليه الديزاين درناه في طاب دينوي ودرناه في الكوافاز وفي لي لي تاني. راح نفتح لكم طاب دينوي الداخل يعني تحفه ما شاء الله غامق بيان فيني فينيسيون ما نحكيكمش خاوتي. هاد اساس الثقه تلقاو تحفه وقوه وديزاين. نروحو لي لي تاعها خاوتنا كيما راكم تشوفوا فيه اللي فيه 1.60 على 90 ميتراستين على 190. نروحو كابيتوناج تاعهم خاوتنا اللي فلونتي طاش خدمناه لكم في الميال. الديزاين اللي قلت لكم عليه امليك خدمناه لكم هنا بالـ45. نزيدو نروحو لبتي دوسي تاعها خاوتي توجور مرفود على القاعه اللي خرج تحفه ما شاء الله كيما راكم تشوفو. عفوا نروحو كوفاز تاعها خاوتنا كوفاز تاعها خاوتنا كيما راكم تشوفو فيها فيها ديزاين بزاف شباب خدمها لو ستيل بيرو فيها 5 تيروار خاوتنا قاعدة زجاجية. كوفاز تاعها خاوتنا ما شاء الله خدمنا لها ديزاين بالـ45. نروحو نوصف لكم كوافاز هذه من الداخل خاوتنا وصفنا لكم الشكل الخارجي. الداخل يعني تيروار غامق حبي يقول تقضي كوسميتي كومبلي جي الداخل خاوتي. لي تيروار تاعها خاوتنا كيما راكم تشوفوا فيها يعني فيها 5 تيروار وتجير فيها واحد سكري تاع ذوبات
خاوتنا كنتو مع لاشون بريزيدونسيال دو خاوتي ان شاء الله تكون عجبتكم لي سي ار تاعها يوصي 15 مليون و800 خاوتنا مع النقل والتركيب 48 ولايه خاوتنا وعائلة اثث الثقه يعني راهي تعرف لي باك لي راهو عندنا خاوتنا الباك دي 30 خاوتي اللي فيه ماطلا دي 30 وبورتمونتو وبوف وزوج مخايط ومسند وسيمي كوفري ب 380 و500 وباك دي 25 خاوتنا اللي فيه ماطلا دي 25 وسيمي كوفري وبورتمونتو وبوف وزوج مخايط ومسند ابتلت ملايين خاوتي وكما يقول لكم يعطيكم صحة وبارك الله فيكم وما تنزوش لي جامو لي كومنتار ولي زابوني بيان سور سلام.